حلو الكلام ده؟ يبقى كده الجي ان اس ريكورد هيبقى شكله بالمنظر ده. طب الجي ان اس ريكورد ده البسيط اللي هو لوب سيرفر مثلا، اللوب سيرفر ده بعضه في الدومين، يعني عضو في الدومين ده، خصه في الدومين. بروح بقى سلطه على حد خالص، بالعكس ده في حد غير بس السلطه بتاعته، الدي ان اس بتاع الدومين ده هو اللي سلطه عليه، هو اللي بيتحكم فيه هو متشاف ولا لا، صح؟ ازاي يعني الويب سيرفر سلطته عليه ازاي؟ مين المسؤول عن الويب سيرفر ده اللي هو يبان للناس؟ لما حد يجي ريكوست الويب سيرفر ده، مين اللي بيرد عليهم ويقول لهم ان في عندي ويب سيرفر ولا دي بتاعه كذا؟ الدي ان اس. الدي ان اس يبقى الدي ان اس بالظبط كده له ايه؟ له سلطه اللي هو له ايه؟ اثوريتي. له سلطه عليه. طب معنى كده ان الدي ان اس هيبقى له ريكورد غير ده؟ ما هو ده انت بتقولي له سلطه. انا احدد السلطه بتاعته دي ازاي؟ هتحددها في ريكورد تاني. يبقى ده الريكورد بالنسبه لايه؟ للانتري عاديه جدا، ويب سيرفر، اف تي بي سيرفر، ملوش سلطه يعني. انما الحاجه المتحكمه في الانترز اللي موجوده ديت اللي هو دي ان اس او ميل سيرفر مثلا، لا هو دي ان اس تقريبا بس دي ان اس بس، هيبقى له ايه؟ هيبقى له ريكورد مختلف شويه عن دول. تيجي نشوف شكل الريكورد بتاع دي ان اس شكله عامل ازاي؟ في حاله انا ادخل على الدي ان اس ريكورد، في حاله انت انت بتكري دي ان اس، يعني هو انا بكري بحدد له هنا لو انت بتحسب دي ان اس ليه واحد ثاني ايه؟ ليه ريكورد ثاني يعني؟ هو في ريكورد ثاني شكل الريكورد بتاع دي ان اس مختلف عن ده، ده شكل الريكورد بتاع سيرفر او كيبي سيرفر او ايا كان يعني. انما ده الريكورد بتاع دي ان اس سيرفر هيبقى مختلف عن ده شويه، بس كلهم في نفس الملف ولا ايه؟ كلهم في نفس الملف. يعني انت زي هتدي بروباكس كده للدي ان اس، بروباكس خاصه بالدي ان اس، يعني الدي ان اس يعني الحاجات دي كلها عنده وزياده عليها شويه بيانات. تقصد اي خدمات مثلا زي ويب سيرفر بعمل ويب سيرفر واف تي بي سيرفر، بيقوم جاي منزل لي الدي ان اس ريكورد بتاعه في الملفات بتاعتي وانا بعدل عليها بقى؟ لا انت بتحط انت بتحط ريكورد دي ده كلها تمام بيه. ايوه بس الريكورد بتاع دي ان اس مختلف عن عن ايه؟ عن بتاع ويب سيرفر واف تي بي، لان له سلطه عليهم، انت بتزود له السلطه دي كل شويه بس شويه حاجات كده زياده. تيجي نشوف الحاجات الزياده دي اللي هي ايه؟ تعالوا بس لما بنزل الفيديو عشان ياخد اقل حاجه على الجهاز، لان الجهاز بيوصل كده كتير. ده دي ان اس ريكورد اللي احنا كنا بنقول عليه، كان ايه؟ كان له سيرفر، اف تي بي سيرفر. طب تعالى بقى احنا قلنا دي ان اس كان له ايه؟ كان له سوري صح؟ الاسورتي دي بيسموها وبيسموا الريكورد بتاع الدي ان اس اسمه اس او اي. اس او اي ده اختصار لستارت اوثوريتي، بدايه سلطه الدي ان اس خلاص. طب تعال نشوف دي ان اس ريكورد بقى بتاع دي ان اس انتري، يعني بتاع دي ان اس سيرفر هيبقى شكله عامل ازاي؟ شكله هيبقى عندك النيم عادي جدا، الكلاس. طيب خلاص النيم تمام كده. طيب بعد النيم جنيم كمان، ده النيم سيرفر كمان، مين دي ان اس سيرفر ده. بعد كده الايميل ماشي، ايه تاني عندك؟ الادرس خلاص. المفروض بقية السطر ده، ده كل ده سطر واحد بس، ده سطر هكتبه تحت يعني، هكتبه تحت بس عشان ما فيش مكان على السطر ماشي. بعد الكلام ده سيريال، بعد السيريال كتير يعني ما تقلقش خلاص خلاص النهارده. ريفرش بيتروي سباير بعد كده مينيمم تي تي ال ماشي. المفروض تبدا كل ده؟ ايوه ده المفروض الملف اللي فيه ملف، ده المفروض الملف اللي فيه ايه؟ الداتا خلاص. هتبقى في الداتا بتاعتك هيبدا كده بسطر، هنقول لك ايه السطر دوت، وبعد كده الدي ان اس ده بتاع دي ان اس سيرفر
ده ريكورد، ده ريكورد بتاع دي الناس. بعد كده الريكورد بتاع نورمال سيرفر او نورمال سيرفر ريكورد دي النابنج بقى اللي تاخده صح؟ ايوه تقول له ارميل معين. هنا بقى النابنج بقول له بالاسم الفلاني يقابله اي دي فلان بس. هو ده كل الملف. هبدا الملف ده كده بقول لي تي تي ال. ممكن تكتبوه عشان بقى نقول ايه كل واحده كنت تكتبوها كده. ممكن اسيب فيديو عشان ايه؟ احسبها يعني الايه مش هحاول اعمل.